سلام عليكم. حياكم الله شيخ عواد. تفضل يا شيخ. اذكر لي مسجد لأهل السنة بطهران يا شيخ. ليش ما تفكرون هاي السوالف احسن لكم يا شيخ؟ عيب عليكم شوية. استحوا نستحي وعيب علينا ايه؟ انا بدعو الى الوحدة يا شيخ. اذكر لي مسجد لأهل السنة بطهران، مسجد واحد فقط. هرب عواد الكربلاء. يا شيعة، يا شيعة إيران، يا من تدعون إلى الوحدة، يا من تقولون السنة إخواننا ويخرج السيستاني آمون الذي لا يتحدث ولا يتكلم الصنم يقول السنة أنفسنا كما أنتم تقولون. طيب اذكرونا مسجد واحد فقط في طهران لأهل السنة والجماعة، مسجد واحد فقط. مش أنتم تدعوا للسنة؟ لماذا لا يوجد عشرات المساجد في طهران لأهل السنة والجماعة؟ طب مسجد واحد ابنوه. يعني هذا هو دين الشيعة الحقيقي؟ هؤلاء كفار يقصدون أهل السنة، مجرمون، لا بد أن نقتلهم جميعا ونستبيح دماءهم ونقول أنهم إخواننا. وهذه هي التقية. كان معكم المعمم الشيعي الهارب عواد الكربلائي.